كل الهلا والله حيو حبيبي، الله يوفقك. الحمد لله على سلامة. زوج الذهب التوفيق ان شاء الله. الله يحفظك. ان شاء الله مشتاق لك اني والله. انا اشوفك ان شاء الله السعودية لك اسعار. رب يحفظك ان شاء الله. الله يوفقك ان شاء الله. ان شاء الله حبيبي دا. الله يحفظك. الله يرزقك حبيبي، يرزق الجميع حبيبي ايمن حسين يا حبيبي، الله يحفظك يا طيب، الله يرحم الحجي حبيبي، يحفظك ويرزقك ان شاء الله حبيب محمد يا حبيبي، الله يرزقك رحمه على والده. انت ورد وتبيع ورد؟ اصل وردة الورود حبيبي. لا تستعجل حدوث الأشياء، دعها تأتي بروية في وقتها المناسب. فلست في سباق مع الوقت ولا مع الآخرين، لأن لكل شخص خريطة حياة مختلفة تتناسب مع تجاربه، أفكاره، طريقة عيشه وقدرته على التحمل. تعلم أن تطمئن قلبك وتعيش حياة يكتنفها. صدق اليقين أن كل ما هو لك سيعرف طريقه إليك. هلا بالنسبة قلبي واخذني حسنه بقوة، سهل بروحي واخذ صبري وانفاسي من يدي. إمام صاحب الأمر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف ومراجع الدين العظام والأمة الإسلامية بذكرى رحيل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. إلهي، كم من نعمة أنعمت بها علي قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها. إلهي، ممنون. أنا ممنون أبو شهم الذهب على قدمتك. خيلوز لك خيلوز. Oh.
يطلع لاعب او لاعبين مشترك يصرح للكل. يوسف هيبة وما تخضع لي الفريق جاهز ونقدر نكسب الثلاث نقاط وبين جمهورنا والملعب البصرة استخدمنا لها ولعب ضد وهذا ما شفناه بمنشورك الستوري على الانستغرام اشتقنا للبصرة طبعا لما نريد نلعب ضد شو اسمه ضد عمان ودائما انا ودوسكي متواصلين وقلنا مشتاقين للبصرة والمنتخب واللعب شو اسمه امام الجماهير فان شاء الله نقدر نفرحهم ريبين نفس صوت وريبين ريبين ريبين سطول about you last match you come to pass about you dot day about tell me about your feeling when playing this match against Oman of course it's always an amazing feeling to be back in Basra and hopefully now I'm back on the pitch and I'm pretty sure that we will do good things and hope we will reach a good result. Amir, Jerry is here but Storm is coming after 2 hours. Yeah, I know we're waiting for Rubin. Doski said he had a surprise for him in the airplane, so we will see what the surprise what is. What is the surprise? If I speak, I'm in big trouble. Oh. I prefer not to speak. So, what is the secret of when you looking for Amir? The secret? Every time on the leg. He understands me, you know. We don't need to speak. We understand with our looking. But, nah, he's my brother, so... Everything is good. So you will make some problem with him in this match? Problem? No, we don't have any problem. Not problem, but joke. Yeah, of course, we always joke. It's important to have fun like outside of the pitch, not only on the pitch. So, of course, we always joke with each other, with the other players. It's very important for us, so that gives us a good team spirit. So. We always joke, it's fun. Merkhas, Rabin said the message that Merkhas, I will kill you, was in Doha. What do you say? We will see on the training speech. We will see later. Okay, okay. Inshallah, it was done in the game of Basra. Inshallah, we can be happy with the game. We can win 3 points. And we can be happy نكمل على الطريق اللي شو اسمه بديناها التصفيات الأولية وإن شاء الله نقدر نكمل هالرحلة ونوصل كأس العالم إن شاء الله تمام أمام فريق صعب جاهزين إليه؟ طبعا جاهزين بالتوفيق آخر سؤال نبي آخر مباراة
وامير اخر مباراه اخر مباراه امام قال لي ربين مره ثانيه تعال يلا اخر مباراه امام عمان بالبصره حققنا فيها كاس الخليج اعتقد هاي مباراه عاطفيه بالنسبه لك اي طبعا واحد دائما نشوف بانستغرام الجماهير ينشرون ان ذكريات كاس الخليج فطبعا لما اشوف الصور والفيديوهات واحد يستمتع وان شاء الله نقدر نستمتع هالمره ونكسب ثلاث نقاط يعني قدام جماهيرنا ونفرحهم نفس ما فرحناهم بكاس الخليج. Camera, ma basta.